فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان، والحمد لله والشكر أنا ومن يعمل معي بألف خير. إن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق، وأن الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا، ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل لكل العراقيين.